اي معلومات محتاجينها غدا نبقى نحطها لكم، نحاول نحط التلاميذ الثانيه بكالوريا. بالنسبه للمترشحين اللي تقبلوا في مستوى تقني غدا نعطيكم من بعد، يعني شنو غادي دير، شنو هما الاوراق اللي خصك تجمع، من بعد فين غادي تمشي، شنو هي الاداره اللي غادي تمشي ليها، شحال ديال الفلوس خصك تدفع. بالنسبه للكونكور كاملين، بالنسبه اللي باغي يدفع لاي حاجه كتبوها ليا غير في لي كومونتير، انا عندي كل شيء. غير ما عارفاش يعني اغلبيه شنو باغي، عليها قلت من الاحسن نشوفوا نتوما شنو باغين، ومن خلاله انا غادي نبقى نعطيكم مني. كتبوا اي معلومه بغيتوا، اي حاجه كتسولوا عليها، في اي توجه انت باغي ديرو خلوا ليا في كومونتير، وانا غادي نبقى نعطيكم فيديوهات ونعطيكم حتى الوقت فوقاش غادي تسال التسجيل فادي، فوقاش غادي يبدا التسجيل. يعني خليوا ليا داكشي اللي باغين وانا غادي نعطيكم كل شيء. بالنسبه لهنايا التلاميذ ديال الثانيه بكالوريا اللي دوزو استدراكي، يعني كانوا مكتوب مازال شويه معطلين. بالنسبه للاقسام يعني التقني العالي راه قلت لكم هنا تسجين، ها هي كتدخلوا المسار ديالكم، واخر اجل هو غدا. يعني كاين شي حاجات كان كل شفتهم قبيل، كاين شي حاجات هما كيخرجوا معطلين، كيخرج غير بنهار ولا بيومين. المهم ما تنساوش خليولي اي حاجه محتاجينها وانا غدا نكتب لي.